اسمي خالد ياسين مصلاوي، مقيم حاليا في مدينة الباب، بشتغل صاحب سيارة تراك فود أو سيارة الطعام. نشأت هاي الفكرة من حوالي سنة، بلشت أدور على شغل، خطرت لي فكرة الطعام الأكل والشرب اللي هي فكرت فيها، لقيتها خطة ناجحة أو فكرة ناجحة ضمن البلد حاليا. بداية اشتريت السيارة، صممتها، نفذتها للأخير، بلشنا نشتغل. انطلاقتنا كانت بالعيد الصغير اللي مضى، وبفضل الله مثل ما انك شايف حاليا. مثل ما كانت الفكرة جديدة، حتى الأصناف كان في منها جديد. هلا حاليا نحن عنا الشاورما، لكن غير الشاورما الموجودة التقليدية بالبلد. نحن بنقدم الشاورما هون اللي هي على الفحم، الأولى بالمنطقة، يعني هي الموجودة حاليا بالمنطقة هي الشاورما على الفحم. بالإضافة عنا الوجبات الغربية السريعة بشكل عام، من البرجر أو الكريسبي أو غيره، كافة الوجبات الغربية. اللي خلاني أني أطرح هالفكرة أو كتكون عربي، لا ما تكون محل ثابت، فكرة جديدة وسهولة بنفس الوقت. سهولة اليوم أنه الزبون ما ينزل يصف سيارة أو يصف ميتور ضمن الزحمة أو غيره، لا، صار أنا موجود بالشارع ضمن الناس كلياتها، صار فيه حالياً وهو ضمن سيارته بتصله الوجبة لعنده، ما في داعي ينزل، بياخذ وجبته وبيضل ماشي مهما كانت. هاي المهنة اليوم مو بس صارت تعني لي، لا، صارت تعني لا صرنا اليوم نحن كادر شي 10 أشخاص. هاي الأشخاص كل واحد عنده عيلة أو زوجة أو أهل، أنا من ضمنهم. صارت تعني لنا كل شيء، هي حياتنا، هي شغلنا، صرنا نقضي هون بالسيارة أو بالشغل أكثر ما بنقضي بالبيت. أنا عندي أهلي، عندي زوجتي، كل شخص فيهم عنده أهل، عنده زوجة، صارت حياتنا، شغلنا، رزقنا.